وتأمل هذا المثل ما أجمله في توضيح هذه المسألة. يقول ابن القيم وهو بمنزلة يعني هذا الذي يدعو مرة مرتين ثم يستحسر ويدع الدعاء، هو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وإذا كان هذا هذه الحال فيما يراه الناس مذموما، من يفعل ذلك شخص يبذر ويتعب ثم إذا أوشك أهمله وتركه وقال تعبت فيه وما أثمر، هذا يذم. فمثله الداعي، يعني سبحان الله، ربما من الناس من ينقطع عن الدعاء وهو عن الإجابة قاب قوسين أو أدنى، قربت الإجابة ودنت منه ثم ينصرف عن الدعاء وينقطع ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قال وفي الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجب لأحدكم ما لم يعجل. انتبه، يستجب لأحدكم ما لم يعجل. إذن العجلة في الدعاء ما ليس فيها خير، العجلة في الدعاء آفة مثل ما عبر ابن القيم، العجلة في الدعاء آفة، لا يستعجل الإجابة ولا يستبطئ أيضا الإجابة، بل يلح ويدعو ويكرر الدعاء وهو يؤمل ويرجو. قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. وأيضا أورد ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم هذا من استعجال الشر، استعجال الشر والعياذ بالله، وهذا مضر على الإنسان. والله يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، فهذا من الآفات، يعني دعاء الإنسان على نفسه أو على قرابته أو على ولده يدعو عليهم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من العجلة، من العجلة المذمومة. فهذا لا يستجاب للعبد، قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لكن من رحمة الله أن هذا لا يستجاب. قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ وهذا من نصح الصحابة وإرادتهم الخير. قالوا وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يستحسر ويقع عنده اليأس والقنوط ويدع الدعاء، يترك الدعاء. فإذا هذه مثل ما عبر ابن القيم آفة ينبغي على الداعي أن يحذر منها.